رح نحكي اليوم عن موضوع كتير بيهم الناس لأنه رح نحكي عن سند الأمانة. سند الأمانة يعتبر من أكثر الأمور اللي بنستخدمها بتعاملاتنا وبحياتنا اليومية، ولكن سند الأمانة كمان حوله العديد من علامات الاستفهام، فعن مدى فعاليته، ضمان تأديته بالوقت المناسب، شروط سند الأمانة لحتى يكون بالشكل الصحيح. كمان سلمى، في كتير من الإشكاليات حول صياغة سند الأمانة وشو هي العبارات اللي ممكن يتضمنها وممكن تكون صحيحة ويتاخد فيها بالقانون وطريقة التعامل مع سند الأمانة أكيد بشكل قانوني وسليم، بحيث كمان بنفس الوقت نضمن حقنا وحق الطرف الثاني. كتير من الأسئلة والاستفسارات رح نجاوبنا عليهم الأستاذة المحامية سهير أقبيق، صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير. سعيد صباحكم وكل عام وانتم بألف خير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش مع حضرتك استاذة سهير ونعرف قانونيا شو هو سند الأمانة. تماما، مثل ما تفضلتي حضرتك، درجة العادة انه الشخص اللي بده يستأجر سيارة او محل تجاري او اذا حب يشتري سيارة مثلا او عقار او احتاج لمبلغ ليقترضه، انه ينظم سندات أمانة لصالح المؤجر او الدائن انه لا يحفظ له حقه. هون بهي الحالة انا كشخص بدل الاقساط اللي اني ما عم سددها ونظمت سندات امانه، في حين انا اخليت بالتزامي ومثلا اصاب السياره ضرر او عطل او ما سددت الاجره بنهايه الشهر يعني باجار المحل التجاري او ما سلمته بالوقت المحدد للتسليم، انا بحق لي كصاحب سند الامانه اني اتوجه للنيابه العامه في حين اخل بالتزامه المدين معي وارفع دعوى اساءه امانه، اطلب تحريك دعوى الحق العام. النيابه بتحرك دعوى الحق العام جرم إساءة الائتمان بحق هذا الشخص. سند الأمانة شو هو؟ هو وثيقة خطية بيتضمن حق مودع لأجل معين يعني مستحق الأداء وقت المطالبة بشكل كامل. يعني أنا ما فيني إنه إذا عملت سند أمانة لشخص بقيمة مثلا حررته، أنا كشخص حررت سند أمانة بقيمة 10 مليون وطالبني صاحب السند بقيمته، ما فيني أعطيها مجزأ، أعطيها 5 ملايين مثلا وارجع أقول له بعدين بعطيك إياها كدفعة ثانية، لا، أنا بيستحق الأدام، بيستحق يعني الإدانة، بيستحق تماما الإداء بوقته بمبلغ المبلغ كامل، ما فيني أجله إلا إذا ارتضى صاحب السند، هون صار معك مشكلة، أما إذا ما ارتضى صاحب الأمانة هون بكون وقعت تحت جرم إساءة الائتمان. طبعا نحن في عنا شروط معينة بسند الأمانة لازم تكون موجودة مشان ياخذ هي الصيغة، السند يعني صيغة القوة الثبوتية تبعه اللي هي من ناحية انه توقيع صاحب العلاقة وبصمته واسمه، وطبعا يكون يضمن انه على سبيل الأمانة وانه مستعد لإعادتها حين الطلب. تماما هيك بنكون حققنا صيغة سند الأمانة واستوفى الشروط الشكلية اللي هي أكد عليها القانون مشان نميزه عن باقي السندات الثانية. طيب أستاذة، خلينا كمان نتعرف على، بنسمع كتير بالسند الدين العادي، شو الفرق الجوهري والواضح بينه وبين سند الأمانة اليوم، وكيف ممكن أنا أقدر فرق بيناتهم؟ تماما. هلا انا كسند بين سند دين الامانه، سند الامانه وسند الدين العادي عندي كثير فروقات. اول شيء بدايه سند الامانه بيكون حياستي ناقصه انا للشيء اللي بين ايدي، اما هنيك حياستي كامله يعني بتصرف فيها بشكل اني حياستي كامله. وبعدين هون سند الامانه فيني اقيم دعوه امام القضاء المدني او القضاء الجزائي حسب انا وين مصلحتي، اما سند الدين العادي حصرا انا قدام القضاء المدني ما فيني طالب فيه غير امامه. في عندي بالنسبه لسهوله الاثبات، هلا بالنسبه لسند الامانه الاثبات فيه ايسر، طالما انت قبلت انك توقع سند امانه فانت صرت تحت غطاء موضوع انه سند الامانه. نحن في عنا تشدد كثير بالمحاكم بهذا الموضوع، ما هو لو كان هو بارض فعليا هو غطاء لدين او عمل تجاري او موضوع ثاني، بس لا، انت طالما ارتضيت انك توقع سند امانه فانت بدك تتحمل المسؤوليه الجزائيه الناتجه عن هذا السند، وهي اللي بتتمثل بالحبس والتعويض والغرامه. طيب اما بالنسبه لسند الدين العادي هنيك حصرا ما في مؤيد جزائي، يعني ما في حبس، انه اذا انا كمدين قدرت اني هرب اموالي او اعلنت اعسار يعني انه صار انه اعسرت كمدين، هون ما عاد فيني اني طالب بالاموال المستحقه. طيب حضرتك قلتي ببدايه حديثك انه لازم يكون مكتوب فيه على سبيل الامانه. تماما. ولازم يكون ايضا من هذا الشرط من الشروط، وايضا خلينا نحكي عن الشروط الاخرى، العبارات الاخرى اللي بتكسبه المصداقيه فينا نقول او الوثوقيه او الثبوتيه. شو هي العبارات لازم تكون موجوده فيها؟ صيغه سند امانه بكتب انا الموقع ادنى فلان فلاني، بذكر مفردات الهويه كامله، اسم الاب، اسم الام، الرقم الوطني، التولد،
قد استلمت من السيد فلان فلاني بذكره مبلغ قدره فقط، بذكر المبلغ رقم وبذكره كتابة، وأنا بركز أنه نضيف كلمة فقط قبل مشان ما يتكرر أي صفر، لأنه بنعرف من فرق صفر لصفر بيصير بيختلف الرقم. يعني قصدك لازم نكتبه رقما وكتابة ونكتب فقط قبل الرقم الأصفار مشان ما ينضيف، أنا ما أترك مجال أنه لإضافة أي صفر أو تزويره تماما أو أنه زيادة في شيء استلمته على سبيل الأمانة، وأني أتعهد بإعادته حين الطلب طبعا، وأنا بكامل الأهلية القانونية واتخذت لنفسي موطن مختار. طبعا نحن الموطن المختار كثير ضروري نحطه، لانه انا في رفعت دعوى اساءة الامانة، انا بدي بلغه على وين بدي بلغه، بدي امل انذار وبدي بلغه، لما ما بلغه على الموطن المختار انا ممكن بلغه يعني على اخر موطن له هون، ممكن يطلع غيابي الحكم واضطر يفوت بالاعتراض تماما، اما هيك انا بضمن اني وصلت لحقي لما بيكون حاطط موطن مختار او موطن يعني هو موطنه المعتاد تماما، وانا بتحمل المسؤوليه وانا متعهد برد الامانه، وفي حين انا ما اعدت الامانه فاني اعتبر مسيء للامانه وخاضع لاحكام الماده 656 عقوبات عام وما يليها، يلي هي بنعرفها بتتضمن الحبس من 6 أشهر لثلاث سنوات، طبعا هذا بعد التعديل لانه ارتفعت العقوبه، وفي عندنا غرامه بالربع قيمه العطل والردود والعدل والطلر لنصف القيمه. وطبعا اتخذت نفسي طبعا مثل ما عدنا حكينا موطن مختار، ومحاكم دمشق وقرر انه محاكم دمشق هي المختصه بالنظر بالنزاع بيننا، وعلى هذا ما قررت ووقع، ونكتب الاسم والتوقيع والبصمه لانه كثير مهمين، انا عندي الاسم والتوقيع والبصمه وكلمه على سبيل الامانه واتعهد باعاده عين طلب، هدول اللي بياخذوا القوة الثبوتيه، انا ما بيكفيني عنونه بس انه بسند امانه، لا ما بيعطي العنوان، ما هو اللي بيعطيه القوه الثبوتيه. ولكن اليوم استاذه بنشوف سندات امانه فارغه على بياض بتم التوقيع والبصم عليها، اليوم شو مدى صحة هذه السند يلي بيكون فارغ وعلى بياض، وبنفس الوقت شو الحكم القانوني له؟ تماما انا ضد كل اي شيء سند امانه فارغ، لانه هذا السند الامانه الفارغ هو يعتبر قبول انا من المدين لما بوقع على سند امانه فارغ انه يملي صاحب سند الامانه بالمبلغ اللي بيشاءه، حتى لا يوسخ للمليار، ممكن يكون ما بيتعلق المبلغ بسيط او بالملايين، ممكن يحط المبلغ اللي بيشاء، لانه انا توقيعي على بياض هو قبول كامل مني بالرقم اللي بيحطه، وانا هيك ساعات عم بتحمل المسؤوليه الجزائيه وقع تحت ظل يعني جريمة إساءة الائتمان في حين أني ما سددت المبلغ. طيب هل يحتاج سند الأمانة لشهود؟ يعني أنا ممكن أجيب شهود وقت يكون أنا عم بنظم هذا السند بيني وبين شخص تاني أو لا؟ تماما. هلا سند الامانه كان يحتاج لشهود غير السندات العاديه؟ لا يحتاج، وانا بفضل انه ما ينجب شهود. ليه؟ لانه انا ممكن احط جيب شهود ويكون الواقعه ما هي للحقيقه امانه، هي يكون واقعه سندين، واذا القاضي اثناء سير الدعوه طلب سماع شهاده الشهود يجوا ويحكوا الحقيقه يقولوا فعلا انه هذا سببه دين وما هو يعني خلاف مدني وما هو انه امانه انحطت، وممكن القاضي يرد الدعوه ويعتبرها خلاف مدني، هيك انا بفضل ما ينحطوا شهود، ما هي لانه سند الامانه مثل ما حكينا خد قوته من الاسم والتوقيع والبصمة. طيب كمان في سؤال كتير بيراود كتير من الأشخاص، إنه أنا عندي سند أمانة لشخص ما بدي طالب فيه وبدي حصل حقي منه، كيف ممكن أنا هون بدون ما مد القصة سنة سنتين ثلاثة كيف ممكن أنا حصل السند؟ تماما. هلا هو اللي بيميز سند الامانه انه فينا نطالب فيه عن القضاء الجزائي والقضاء المدني. القضاء الجزائي اسرع. امتى بطالب فيه بالقضاء الجزائي؟ في حالات بطالب فيها، اول شيء انا اذا ما المدين معسر ما معه اموال احجز عليها، لانه عاده انا قاضي بيعطيني قرار بالحجز الاحتياطي على امواله المقوله وغير المقوله. طب انا اذا اللي موقع السند الامانه ما عنده، انا في الجأ للقضاء الجزائي. ليش؟ لانه في عندي مؤيد جزائي اللي هو الحبس من 6 أشهر لثلاث سنوات، بس القضاء الجزائي ما فيني الجأ له كيف ما كان. اول شيء بدي عندي الانذار، انا بعمل انذار، اول شيء ما عندي سند الامانه بروح بصالح عليه بالماليه، بعدين بتوجه لعند الكاتب عدل بوجه له انذار، الانذار مشان يحدد لي المهله اللي لازم يتم خلالها تسديد مبلغ الأمانة. مدة المهلة ممكن يحطوها 2 3 أيام 10 أيام، عادة 3 أيام. مضت المهلة وما تم إعادة الأمانة، هون أنا هذا الإنذار طبعا هو ركن من أركان رفع الدعوة، ممكن أركان الدعوة، هون صار فيني أنا أرفع دعوة، روح أقدم ادعاء مباشر أمام النيابة العامة وهي تحرك دعوة حق العام، وأنا قدام محكمة بداية الجزاء بطالب فيه بالحبس وبطالب بالمبلغ بأنه بمبلغ وبالغرامات والعطل والضرر. الحالة الثانية يعني في عنا ممكن ألجأ للقضاء المدني. طب أنا إمتى بلجأ للقضاء المدني؟ لما بعرف أنه عنده أموال تماماً
وطبعا سلوك الطريق المدني بدي نوه على شغله انه انا اذا سلكت الطريق المدني ما عاد فيني ارجع واسلك الطريق الجزائي تماما. يا جزائي بختار يا مدني. بعدين متى ما شفنا انه عنده اموال بطلب الحجز الاحتياطي وبرفع دعوه مطالبه بمبلغ. هلا امتى كمان فيني الجا لموضوع القضاء المدني اذا توفى يعني اللي عمل لي سند الامانه المدين؟ انا هون لما متوفي انا كيف برفع دعوه مطالبه للمبلغ على الورثه؟ بخاصم الورثه اضافه للتركه، وطبعا بيكون في التعويض بحدود التركه. اما بالنسبه لي عن طريق دائره التنفيذ، هذا ممكن الجا له كمان انا اذا في عنده اموال مقوله وغير مقوله فيني احجز عليها مباشره، اخذ قرار بالحجز. بس سلبياتها هي النقطه انه ممكن يجي بعد انا ما بلغه الاخطار التنفيذي يجي لعند رئيس التنفيذ وينكر توقيعه او يقول انا سددت مبلغ الامانه. هون بهي الحاله رئيس التنفيذ ما هو قاضي محكمه، رئيس التنفيذ بيرجع بيحيلني للقضاء لانه ما بينظر بالنزاعات لانه هون صار هون في خلاف. هيدي المحاذير. بس انا اذا سلكت عن طريق دائره التنفيذ يعني فيني ارجع اختار الطريق المدني او الطريق الجزائي، لانه هي دائره التنفيذ ما هي محكمه. صحيح. طيب استاذ سهير خلينا نحكي كمان اليوم قد ايه مهم يمكن هي المعلومات تنعرف للناس قبل ما نبلش بسند الامانه او حدا يختار انه يكون، ونفرق بين مثلا الرهن. في ناس تقول لك انه خذ مثلا هي السياره امانه عندك لرجع لك هذا المبلغ، هل هذا الشيء صح او لا؟ هلا هذا الشيء يعني جد يعني جيد، بس لكن انا القوه الثبوتيه عندي بسند الامانه بس بموضوع الحبس. برجع بقول لك انه موضوع الحبس هذا المؤيد الجزائي اللي بيعطيه قوته بميزه عن الاسناد العاديه سواء عن الشيك او عن سند السحب او الكمبيالات اللي هو سند الدين العادي. هلا في حالات بتجي بتقلنا انه انا عملت سند امانه من مثلا عده سنوات بمبلغ معين، بس انا هلا بهالوقت الحالي ما بقيت قيمته مثل مثلا كانت قيمته بقيمه 10 مليون. ما بقيت انا يا ترى لما بدي هلا حصله وصار وقت موعد استحقاقه انا بحصله بنفس القيمه ولا بتزيد؟ نحن بنقول لهم انه هذا سند الامانه هو امانه نحط على سبيل الامانه وما هو دين وما هو للاستثمار او التجاره. لهيك نحن هون بهي الحالة بينبغي إعادته بالرقم نفسه لا زيادة ولا نقصان. في حالات بيلجأوا لها أنه ممكن يعملوا سند الإقامة بالدولار أو عفوا سند الأمانة بالدولار أو سند الأمانة بالذهب. هلا هون ما في شيء بيمنع، القانون ما بيمنع، نحن كدولار والذهب ممنوع التداول والتعامل فيهم، أما الحيازة مو ممنوعة. لكن هلا أنا في حين عملتها مثلا أنه سند الأمانة حررته مثلا بعشر ليرات ذهبية، أنا بذكر تماما أنه هن كم ليرة ذهب وزنون العدد بالوقت اللي صارت فيه تماما. انا بقلب السند الامانه بكتب انه انا سلمت عشان ما يرجع لي مثلا بعد 10 سنين يكون مبلغ ثاني تماما. بحددهم بالتفصيل بسند الامانه انه استلمت منك مبلغ او ما يعادل يعني 10 ليرات ذهبيه ممكن نقول سوريه انجليزيه وزنها 8 جرام مدموغه بجمعيه الصاغه واتعهد باعادتها حين الطلب. يعني هذا بدي اذكره بشكل واضح وصريح بسند الامانه. لو كان قيمه التعامل انه موضوع التعامل ما هو مبلغ او بالليره السوريه يعني انه كان بالذهب او بالدولار الامريكي. اكيد بالختام بدنا نتشكر حضرتك استاذه ساهر قبيق، واكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع. شكرا لك. بتشكركم. بس في انا كم نصيحه بدي بس اوضحها، انه انت اي شخص نظمت سند امانه، انت اذا ما كان في الموضوع امانه لا تنظم سند امانه، واذا انت مالك متحمل مسؤوليه توقيعك كمان لا تنظم سند امانه، واياك تبصم او توقع على سند امانه فارغ او ورقه على بياض، لانه هذا قبول منك كامل بالمبلغ اللي بيحطه. وبحين انت نظمت سند امانه واديت الالتزام اللي عليك اطلب سند الامانه من الدائن، وافضل اذا بتاخذ يكتب لك وراء براءه ذمه. وفي حين قال لك الدائن انه انا اضعت سند الامانه بتاخذ منه تصريح انه بيتحمل المسؤوليه المدنيه والجزائيه وبراءه ذمه انه انت سديت المبلغ كامل. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك استاذه سهير وكل المعلومات اللي قدمتيها. يا اهلا فيك.